كنتكلموا على سفيان الرحيمي كنتكلموا على موهبة برزت وتألقت الآن قاريا وآسيويا ولما لا عالميا. وبهذه المناسبة أيضا نقول لسفيان الرحيمي والأب ديالو والعائلة ديالو كلهم نقول له أولا هابي بيرثداي كيف تيتقال، نقول له كل سنة وأنت طيب وعيد ميلاد سعيد، لأنه منذ تقريبا هذه يومين احتفل بعيد الميلاد ديالو اللي هو يوم 2 يونيو 1996. كيفاش هذا الولد رأى النور في هذا اليوم هذا. ومادام أننا غنتكلموا على عيد الميلاد نبداو أن نهار 2 يونيو 1996 كان واحد الحدث مرتبط بالرجاء، لأن الرجاء كانت لعبة آخر دورة من أجل الحسم في اللقب ديال البطولة الوطنية ديال 95-96، ولعبت آخر مقابلة ديالها للحسم في البطولة في طنجة في ملعب مرشان، وفازت على اتحاد طنجة 2-0. وفي الرجوع في هذاك النهار كانت تزاد وكان وقع الميلاد، واستنشق سفيان اولى النفحات في البيت ديال والديه اللي هو في النادي ديال الوزيز ديال الرجاء. وملي رجعت الحافله من طنجة وعلى متنها اللاعبين والمؤثرين والوفد ديال الرجاء الفوز باللقب، تلقى الخبر سي محمد الحاج يعري، قالوا له راه تزاد عندنا الوليد، وكان معاه الحاج حنات هو اللي قال ليه وهذه فرصه طيبه ومناسبه سعيده سميه البطل. بداو تيضحكوا كاملين اللي داروا الصبوع، داروا الصبوع في الوقيته اللي جاو احتفلوا باللقب ديال البطوله. اذا هذا في 96 والميلاد ديال هذا الولد هذا. سي محمد يعري كان كينتظر ولد مع الزوجه ديالو الله يطول في عمرها ايضا حاجة عتيقه، فكان زادوا عنده البنيه الاولى رجاء، سماها رجاء ثم خديجه وصفاء. عاد كيتزاد عنده امين اللي الان مكلف بالادوات مع نادي الرجاء. حتى هو كان في المدرسه حاول يلعب، ولكن كانت عنده واحد الحادثه بسيطه، كانت شي ضربه في الراس وهي اللي وقفت. وكيجي من بعد منه سفيان في 96، وكيجي في هذيك الوقيته اللي الرجاء كتعرف واحد النقله نوعيه، وكتدخل من بعد 1987 اول لقب كتدخل واحد السلسله ديال الالقاب. كيجي سفيان الرحيمي كيتزاد، طبيعي هذا الولد كيتزاد في واحد الاسره ديال اسره ديال ديال في الملعب، كيتزاد في التيران. هذا بحال دابا كاين بعض الدول من بينهم المانيا اللي كيقولوا شي سباح كيديروا الولاده في الماء، هذاك الولد باش يكون سباح تيولدوه في الماء، تيكون لاكوشمون فلو في الماء. هذا تزاد في الملعب، حيث ان حتى الاستفاده ديالو الوقيته اللي كانت الجائحه وكان الحجر الصحي، وكانوا الناس كيتدربوا في الويوس ديالهم، والبيت ديالو هو الباب كيتحل كيدخل للملعب في 2020. يعني الاسره ديالو كانت كره القدم، والاب ديالو خادوم لكره القدم، لان الحكايه ديال سفيان تختلف عن الحكايه ديال بواه. بواه بدا حارس المرمى وكان في المنطقه ديال عين الشق، كان فرقه ديال الاتفاق وفرقه كيحاول الساعه حارس مرمى، ولكن لي حال دون انه ما يمشيش بعيد ويبقى حارس مرمى حتى ملي جا الرجاء، كان تعرض لواحد الحادثه تسير وسات الجسد ديالو، خاصه واحد الرجل ديالو اللي تصاب فيها. اذا كان عنده حلم انه يكون واحد ولادو يكون كيلعب. لماذا؟ لانه هو بحكم الحياه ديالو في كره القدم
وبحكم ايضا الارتباط ديالو بكبار اللاعبين اللي دازو، لانه هو اللي جاب دور للرجاء من الحي ديالو، كان كيلعب مع شي فرقه، هو اللي وجه واحد العدد ديال اللاعبين، هو اللي كان رفيق قريب من 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 مرحوم مصطفى شكري بيتشو، من واحد العدد ديال اللاعبين اللي كانوا قراب منه، لان كانت واحد الخاصيه عند بو محمد انه تيعرف الكره، ومع التمرس ومع المعيش ديالو اليومي في الملاعب، حيث هو انه حياته كانت في الملعب، حياته مع المواهب، كيحضر لي تيست، كيحضر العدد، كيشوف كل شيء، كيتبع كل شيء. ف سفيان كان تيخرج من كيجي من المدرسه هذه، تيحط الحقيبه ديالو، كيجي تياخذ واحد الكره يجلس عليها، كيلقى سعيد الدغاي خدام كيدرب ولا هذا، وكان عزيز عليه عمر النجاري كقدوه، تيقولها هو، تيقول انا كان عزيز عليه عمر النجاري ديك الطريقه ديال اللعب ديالو، الطريقه ديال اللعب ديال النجاري، كان عنده ادوات تقنيه رائعه، وكان تيعجبو داك الابداع ديال النجاري في زمانه، كيفاش كيدير البتي بون، كيفاش كيعطي التمريره داخل القدم او خارج القدم بالاكستيريور ولا بعدا، والكفه ديالو، وكان مغرم به، وكان ايضا كيعجبو مستودع. ثم جا دخل كان تيلعب في الزنقه، وهادي دخلت المدرسه ديال الدراجه مع عزلي، ثم زراف، ثم استاذ ريمي الزيتوني، هو اللي ورك عليه، لدرجه انه راه انقطع واحد الفتره على التدريب وعاود رجع، وقال لي ريمي الزيتوني خاصك تصبر، راه امكان لك تزيد عاوتاني تلعب. ثم رضوان حجري، ثم غادي يمشي عند المدربين اللي غادي، كاين الحديث كثير على، وانا كيبان لي هادشي راه طبيعي، كاين مدرب ما كيامنش بواحد اللاعب، وكيمشي لشي بلاصه اخرى كيلقى فيها ذاته، وكيلقى الفضاء صالح، وكيلقى الظروف، وكيلقى الناس اللي كيعطيو فرصته، وكيمشي. ها وراه وقع له هادشي في فريق الرجاء، حيت انه واحد الوقيته كيدير تيست كيكون مع الدراري اللي مزيانين، ولكن واحد الوقيته ما كيلقاش راسو مع الفريق، تيقولوا له سير، با مشى للاداره خذ الوراق ديالو، قال لهم انا غادي نديه، كان غادي يمشي لشي فريق اخر. سفيان قال للوالد ديالو، قال لي لا انا غادي ندوز البكالوريا وغادي نجلس نقرا. مشى لنجم الشباب، لقى ايضا ترحال، دوز هذيك الفتره اللي دوز في نجم الشباب، وتالق ك ك ك كمهاجم وهداف، يعني كاين المهاجم وكاين الهداف، ولكن هو تالق كمهاجم وتالق كهداف بحكم الادوات التقنيه اللي عنده، بحكم المؤهلات البدنيه ديالو. اذا التالق ولات الهضره عليه كيفاش غادي يمكن يرجع. كان واحد الفترة كان فيها لي تيست اللي كيديرهم المدير التقني انذاك السي فتحي جمال الله يطول في عمره، ومعاه ايضا بنيني، بداو تيتسائلوا كيفاش هذا الولد ما كاينش في هذه اللائحة، انه كانت الفرقة غادا واحد الكونسنتراسيون مع رشيد طوسي في افران، يعني كون وقعوا مشاكل، ولكن كيفاش تغلبوا على هذه المشاكل في هذيك 2018. إذا 2018 حتى 2014 هي 6 سنوات، راه 6 سنوات قبل منها كان في المدرسة، وكان ذاك الاغتراب اللي عاشو، وذاك النفي الاضطراري اللي عاشو فاش مشى لنجم الشباب، حتى المسؤولين ديال نجم الشباب الحاج عبد الحق المدير العفو له، اللي ملي جابه عاوتاني قالوا له ما كاينش مشكل، وردوا ليه اللعاب باش يرجع للفريق ديالو الرجاء، يعني بهاد الوقت اللي قضاها خارج الرجاء، وهذيك الفتره، وهذاك الحدث اللي وقع، انه يعني تم الرفض ديالو، سامح الله الناس اللي رفضوه، ومن حقهم، لانهم كانوا يعتمدوا على بعض المعايير ما بانش لهم، ولا شوفوا هما شغالهم هذاك،
اليوم غادي يكونوا تراجعوا على داك الافكار ديالهم وعلى داك القرار اللي كانوا خدوه، انهم هاد الولد ما يقول كذا راه ما غاديش يلعب، لان اليوم ماشي حنا في بلادنا اللي غادي نقولوا راه لاعب. هو يؤكد مع الفريق ديالو الرجاء وطنيا مغاربيا عربيا وقاريا، كيأكد على انه ضمن المنتخب الوطني المغربي، يؤكد على انه لاعب دولي. وثم حتى عندما اغترب ومشى للاحتراف اعطى ثاني وجه رسائل لمن يهمهم الامر على ان هذا الفتى راه من المواهب ديال المغرب اللي راه كان غادي يطالها القتل، لان التوقيف وابعاد ديال واحد الموهبه بحال هذه جايه بواحد القوه وبواحد الطموح وبواحد الرغبه، وتعاود ضربها انت تلوحها، هذا التوقيف كيشبه بحال القتل. شفنا كيفاش المرحله اللي قدام، ما نعاودش نرجع للمباريات اللي كانوا المدربين اللي داروا فيه الثقه وهذا، ولكن كتجي كنلقى مع فريق الرجاء يؤكد، وهذا كنعتقد نفسيا على ان الابعاد ديالو من الرجاء بمبرر على انه يعني ما يمكنش ولا يستجيب الى دوك الاختبارات ودوك المؤهلات، وما عندوش المقومات وما عندوش يعني المستوى باش يمكن له يلعب. هذا كله كيظهر خدم على 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 هذا الولد رغم الصغر ديال السن ديالو، جعلوا على انه يعتمد على التحدي. وعلاش حنا تنتكلموا على هذه الظاهره؟ كنتكلموا على سفيان، كنتكلموا على لاعب كيفاش تزاد في واحد الملعب، با تيعيش من كره القدم، با معيش من كره القدم، با كيتفاعل مع الجمهور، مع المواهب، مع الطاقات، با كيعيش وسط البيت، والبيت ديالو وسط ملعب ديال كره القدم، هو يسكن في ملعب، يقضي الساعات ديالو في الملعب الا الى خرج لقناش. كنلقاو على ان مع الرجاء سبعه ديال الالقاب، ومن مكر الصدف انه ضمن التركيبه اللي فازت باول لقب اللي كاين، واللقب اللي مرتبط بالجائحه 2020، ولقب كان فيه مشاكل ايضا ديال التست ديال التسير ديال الاختبارات وديال الحجر الصحي وديال هذاك الشيء كله، هذه حتى هي داخله في اطار التكوين ديال هذا الولد. هذا كنلقاو هدا اول لقب ديال البطوله 2020، ثم رتبه ثانيه في هذا، تلقاو في كاس الكاف ايضا 2018 و2021، كنلقاو السوبر الافريقي 2019، كنلقاو كاس العرب 2021. ولكن ثم كتجي المرحله ديال اولا هذا الولد ملي رجع التزم دار الوفاء وبدا كيحفر الاسم ديالو بالاظافر ديالو في الرجاء على غرار واحد المجموعه ديال، وتيبين على ان راه النادي راه عنده مواهب، وراه ما توقفش يعني في جيل معين، راه الى تعطات الفرص وتم الاعتناء بالتكوين والتنقيب على المواهب، المواهب كاينه والمغرب ولاد، كاينين مواهب، وكاين فقط ان كاين مسيرين ما كي يعني ما كي لا يؤمنون بالتكوين. كتجي المرحله ديال ان سفيان قبل ان يرحل الى العين كان العين عليه من طريف جميع كل شيء يتنبأ له. شفنا كيفاش انهم اللي تيدير واحد ان ديماراج سور 20 متر، واحد الانطلاقه في 20 متر على منافس ديالو، هو يتجاوز المنافس ديالو. لماذا؟ لان الرجلين ديالو، الرجلين ديالو شتي المستوى ديال العبار ديال الرجلين ديالو، هو الطول ديالو 1.83 متر وقريب من كريستيانو رونالدو في الطول، الطول ديال رونالدو 1.87 متر وهو طول من ميسي، ميسي 1.70 متر. ولكن هذا كتجي هاد القامة المتوسطة ديال سفيان رحيمي إضافة إلى النفس إلى السرعة، ثم العبقرية ديال اللاعب، أي لاعب كيف ما كان، أنه تيولي
ربط العلاقه بينه وبين كره القدم واحد العلاقه كتكون حميميه، بكثر ما كيدرب بزاف تيولي عنده واحد العشق. كتلقى هادو مجموعه ديال اللاعبين اللي كتقول عزيز بودربالة، كتقول تيمومي، كتقول واحد العدد صلاح الدين بصير نيلز، هادو كانوا المباركي اللي كتشوفهم كتقول هادو لاعبين سو سون دي غارسون هذاك اللي كيبغي كيام جوا تيبغي هو يلعب، كيلقى واحد المتعه في اللاعب خصو يلعب، ماشي قضيه الفلوس ولا قضيه، ولكن هو تيبغي يلعب تيعشق اللعب. وسفيان من هاد الطينه وبحالو كاينين كتار كتار، راه كان فيصل عمي قدور في الوداد من اروع اللاعبين تا هو، بالو بي تري دونجور، بحال واحد العدد ديال اللاعبين اللي كيشد الكره كيعرف شنو كيدير بالكره. سفيان الرحيمي اللي كان معاونو ان هاد القامه ديالتو ديال متر و83 ملي كيدير الكره قدامه ما كيشوفش في الكره، هو لاحظوا معايا على انه كيشوف في الخصم و تيمشي تيقصد هذاك المدافع. هذه ميزه كانت حتى عند عزيز بودربالة اللي معروف بها، ماشي هو اللي كيبقى يقلب كيمشي، عنده اولا المغامره ما كاينش الخوف، الاعتماد على الادوات التقنيه ديالو، عنده كل الادوات والاليات باش يمكن له يتجاوز هذاك المنافس ديالو، اما انه غادي تفوق عليه بالسرعه وتفوق عليه ايضا بالمراوغه والكره تيعرف كيفاش الامور. شفنا واحد العدد كيولي هو كيشكل خطوره على المدافعين في المستطيل، يا اما يخترق واما يتعرض للعرقله، ودائما هو الرابح، عندك ضربه جزاء، عندك خطا على مشاريف ديال هذا وهذا. كتجي الوقت اللي غادي يمشي، وهذا هو اللي خصنا ننتبهوا ليه، ان اللاعب اللي كيقضي واحد الفتره في النادي ديالو والسن ديالو باقي صغير وكيتلقى عروض وتيختار انه يمشي للعين، اتفق مع نادي العين انه مع اداره نادي العين انه غادي يمشي، ولكن كان عنده شرط انه يمشي حتى يساهم مع الاصدقاء ديالو ومع الفريق ديالو في كاس محمد السادس للانديه العربيه البطاله. ومازلت نتذكر انه في المباراه اللي تلعبت السبت 21 غشت 2021 مع اتحاد جده 4-4، سفيان رحيمي في هذاك هو اخر مقابله ديالو كيف انتهى بواحد لابوطي بواحد الجماليه باش يخليها منقوشه في قلوب الجماهير، ليس الرجاويه فقط ولكن المغربيه، ليقول لنا وللعالمين على انني انا لاعب تكونت في كره القدم الوطنيه وانا اعشق كره القدم، ولكن اؤمن بان عندي واجب تجاه كره القدم الوطنيه وتجاه الجماهير. فاخر هدف من بعد ما سجل الياس الحداد ومحمود بن حليب وزكريا الوردي، الهدف الرابع في الدقيقه 50 سجل سفيان رحيم، وعندما دخل الفريقان مرحله الضربات الترجيحيه سفيان رحيم سجل اول ضربه ورجع اللور كينتظر كيفاش الاحتفاليه كاس محمد السادس للانديه العربيه البطله، وانتصرت الرجاء 4-3. بعد يومين كيحزم الحقيبه ديالو عفوا وكيمشي يلتحق بالامارات العربيه، كيمشي فائز، كيمشي بطل عربي، وكيمشي موهبه مغربيه يعني متميزة ليساهم في التنشيط ديال البطولة الإماراتية. والذكاء ديال الإدارة ديال نادي العين عندما اختارت سفيان رحيمي، اخترت لاعب اللي كيدير الفارق في لا ديفيرونس بدنيا تقنيا تكتيكيا، وجاي مع حمولة ديال عاد خارج بطل ديال العرب. وعندما دخل إلى العين لاحظنا ايضا اشنو اللي دار، ولكن قبل ما يمشي
تخلى عن جزء من مستحقاته المادية التي كانت متأخرة عند إدارة الرجاء في إطار توافق حبي فرقته مع بوان هذاك الشيء كله، ومشى إلى فضاء آخر حقيقة غادي تكون عنده صعوبات، ومشى لواحد الدوري اللي ما ساهل شاي. ولكن هناك أيضا زاد ليؤكد هذا الولد وبين من جديد على أنه لاعب كرة القدم بالفطرة، وعلى أنه هذا الوليد زاد هكذا باش يكون لاعب ديال كرة القدم عن إصرار وعن اختيار وعن هكذا. سفيان رحيم مع نادي العين أيضا شفنا من البطولة الوقت اللي مشى لنادي العين البطولة ديال 2022 كأس كؤوس هي ماشي، وآخر كأس كانت هي كأس آسيا، لأن دوليا اللي دار فيه الثقة أيضا السي الحسين عموتة. إذا شفنا المدربين اللي تدرج معاهم في الرجاء واللي اشتغلوا معاه في الرجاء كيفاش مشى وكيفاش رجع، فتحي جمال بوينيني لاعب كبير، وشفنا أيضا دوليا شكون اللي دار فيه الثقة حسين عموتة في الشان، وشفنا أيضا لم يخطئ الحسين عموتة. أنا كنحييه على ذوك اللاعبين اللي كنختار، وكيفاش أن جعل على أن المغرب يحافظ ويحتفظ باللقب اللي كان فاز به جمال السلامي من قبل ديال الشان. ولكن هذه المرة أيضا هداف آخر وأحسن لاعب آخر، إذا كان هداف أيوب الكعبي في الدورة ديال اللي كان فيها جمال السلامي، الحسين عموتة اعتمد على حصان آخر، على عود آخر، وعلى لاعب آخر، على موهبة أخرى اللي هو سفيان الرحيمي، وجمع هذوك الألقاب عاود ثاني، فاز لقب ديال الشان إفريقيا. من اللقب ديال الشان كيمشي للعين كيفوز مجموعة ديال الألقاب محلية، ويفوز بلقب اللي كان هو الثاني بالنسبة لنادي العين. نادي العين ما فازش بهذاك اللقب 21 سنة من 2003، ويتحول هذا الولد هذا إلى موهبة، إلى طاقة، إلى نجم. الآن مجموعة ديال الأندية اللي بغت سفيان رحيمي، احنا كنشوفوا أندية من أوروبا وأندية كبيرة كيف يتحدث عليه مجموعة ديال المدربين الكبار. بغته الهلال، والهلال الآن الهلال واخدة بونو يا بونو، واخدة نيمار. الاتحاد هذا في الدوري السعودي كريم بنزيما وحمد الله، ثم النصر مع كريستيانو رونالدو ومع ماني. ولكن هذا الآن كيصنفوه مع هاد الطينة ومع هاد. أنا يشرفني كمغربي أن يكون عندنا لاعب مغربي موهبة. الآن اش كيبان؟ ما يحققه سفيان رحيمي هو جواب على أسئلة اللي كتراود الآن إلى الناس، كيقولوا كيف أننا وصلنا إلى كأس العالم في الدور ديال النصف النهائي، وخرجتنا فرنسا بطريقة بشعة باش خرجنا في الوقت اللي كان خصنا نكملوا، كان بإمكاننا أننا نكملوا المسار. هاد المواهب والطاقات الآن كنتكلموا على زياش اللي تكون في المهجر، كنتكلموا على أشرف حكيمي، وكنتكلموا على اللي تكلموا، ولكن كنعطيو كنموذج لاعبين آخرين، أو كاين حريمات، أو كاين واحد العدد ديال اللاعبين اللي تكونوا في المدرسة المغربية ديال كرة القدم، وتكونوا في النادي، وتكونوا في الزنقة وفي الحواري نموذج قبل أن يلتحق بالمدرسة ويتألق ويمشي. هذا النموذج ديال اللاعب المغربي اللي كيمشي من المغرب وكيحترف، وكاين اللاعبين المواهب اللي كتولد خارج أرض الوطن ولكن هي بجينات مغربية لأنها هذوك تيبقاو مغاربة.
سفيان رحمي يجيب على هذه الأسئلة. ماذا يقول لنا رحمي الآن في هذا التبيين على أن كاين واحد المجموعة ديال الأمور اللي خصنا ننتبهوا لها؟ لأن رحمي سفيان الذي يتألق اليوم فراه كاين أشياء أخرى اللي خصنا ننتبهوا لها. الطريق لم يكن مفروشا بالورود، كاين هناك الشباب كلهم اللي باغيين يلعبوا الكره راه ما غاديش يلقاو طريق مفروشه بالورود، ما غاديش يلقاو كل شيء غادي يعاونهم، ما غاديش يلقاو الظروف ملائمه، ما غاديش يلقاو ضروري غادي تكون هناك عراقيل، غادي تكون هناك، ولكن تيكون ايضا تكوين ديال هاد اللاعب. انا عرفت واحد العدد ديال اللاعبين اللي عاشوا عراقي جي لقيتهم ونصردوهم هذوك اللاعبين كلهم. كيفاش هذوك اللاعبين كيف يتحملون؟ اولا المساهمه ديال الاسره، اسره رحيمي، وفتح عينيه لقى الوالد ديالو كيضرب مع الزمان، والوالد ديالو راجل مغربي تيبغي كرة القدم، وعايز وسط اللعابة، تيخرج من الملعب تلقى في أماكن فضاءات مع أصدقاء ديالو، ثم كتلقى اللعاب تتكون عنده أيضا الرغبة والطموح والعشق واختار أنه كرة القدم. رغم ان واحد بعض الاوقات كيكثر عليه الضغط وكيكثر عليه المشاكل تيبغيو تسدوا البيبان، ومع ذلك كيبقى الاصرار وكيبقى ايضا وكيلقى الاسره اللي كتعاونه. فالاسره ديالت سفيان رحيمي تحملت الكثير، الوالده ديالو ملي كان هو صغير وكيشوف البيت ديالو، المدربين اللي دربوا الرجاء تقريبا كاملين كانوا يمرون الملعب، وما يمكنش ما يكونوش في البيت ديال الاسره ديال سفيان ديال رحيمي ديال بو يعري الحاج الله يطول في عمره. كيفاش اللي ياكل الكسكسو تما واللي يدخل تما من هذوك اللاعبين مختلف اللاعبين كانوا والتربطات، وكاين ايضا اشياء اخرى. سي محمد رحيمي وعري كان عنده واحد الشيء اخر اللي كان كيشوف بزاف ديال الحوايج، كان كيشوف لاعبين كيرتكبوا اخطاء في الحياه ديالو، ولكن كان دائما النصوح وما يوصلش، كيشوف مجموعه ديال الحوايج عند بعض اللاعبين وعند بعض الاشياء وبعض الحويجات اللي كتكون ماشي هذيك، ولكن كان كيسكت، كان امينا على المتاع الزاد. فهو من الستينيات وهو مقابل الامتعه والزاد ديال ديال ديال, ديال الرجاء، ولكن راه كيتعتبر هو اقدم مكلف بالامتعه، اقدم امين على الزاد والمتاع ديال 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 الفريق ديالو اللي هو سي محمد يوري. وثم الارتباط ديالو، وهو اللي كيدخل للفيستير دائما، كاين المدرب المسيرين ما كيدخلوش للفيستير، ولكن يوري كيكون في الفيستير باش يقابل، ولكن وهو يتفاعل مع الادوات ومع الكواري ومع المتاع وما داكشي، كان يسمع وكان كيشوف، ولكن داكشي اللي كيسمع وكيشوف كيخليه لمصلحه الفريق ديالو لا يفشي الاسرار. وحتى هو راه تعرض لواحد العدد ديال الحوايج، هذا يعري تعرض لواحد الحوايج. المرحوم اوسكار واحد الوقيته كان، لان يعري كتعرف التربيه ديالتو كان عند واحد النفس ما يقبلش اشياء، اوسكار بغا يدير ليه شي خدمه يجيب ليه شي حوايج ديالو وداكشي، ورفض في احدى الرحلات. عندما عاد اوسكار الى المغرب طلب من السي احمد عمور، قال لي يمشي بحالو هادي يعري ما يبقاش معنا هنا، وتوقف لمده، ثم كيفاش رجع، ثم كاين حكايات كثير. هذا تيبين شنو اللي وقع، وعلى ان الاسره ديال النادي
اليوم كنتكلموا على سفيان رحيمي كلاعب كيفاش بدا. راه ما بين 2018 و2024 ست سنوات صنع فيها المجد. كاين الذين لم يؤمنوا بسفيان رحيمي رغم التألق ديالو، وانا كيبان لي على ان هذا النموذج ديال سفيان رحيمي، هذا النموذج ديال هاد اللاعبين المتميزين الان من الحراس بحال يوسف المطيح، حارس مرمى ديال الوداد، بحال واحد عدد كبير ديال اللاعبين المتميزين، لا في الرجاء ولا في الوداد ولا في المغرب التطواني، المغرب الفاسي، الجيش الملكي، كاين لاعبين متميزين، ولكن هذاك النموذج هما قلال، ولكن بحالهم هذا النموذج ديال الموهبة مدفون في واحد العدد ديال الشباب من طنجة للقويرة ومن جوج للتربيضة حتى خارج أرض الوطن، ولكن شكون اللي غادي يحفر عليه؟ شكون اللي غادي يبحث على هذا؟ هما المنقبين، هما المربيين، ولكن اللي غادي يرسم هادشي هما المسيرون الذين لا يؤمنون بالتكوين وبصناعة الإنسان وبالمواهب، هادو كيرتكبوا واحد الظلم في حق الشباب ديال المغرب. هاد يعني الأجيال اللي كتعاقب وما كتلقاش ملاعب وما كتلقاش إمكانيات وما كتلقاش مسيرين، هاد الأجيال هادي راه هي كتسال ضيعة في حقها وغير الحق الدستوري. الدستور المغربي ديال 2011 فيه ثلاثة ديال البنود اللي كيعطي الحق في الرياضة كحق ديال المواطنة وديال المواطن، أنه وهاد المواهب راه يمكن ليها تساهم في التنمية البشرية، تساهم في التنمية الاقتصادية. انظروا إلى البرازيل، الدخل القار ديال الدولة ديال البرازيل في واحد الخانة، واحد النسبة كتجي من دوك اللاعبين اللي كيمشيو للاحتراف، اللاعبين اللي تيجيبوا العملة الصعبة. عندنا لاعبين من هاد الطينة، عندنا مواهب، عندنا طاقات، ولكن الاختيارات كيخص نختاروا الأحسن. اليوم سفيان رحيمي اللي تحدثنا عليه في هذه الفقرة هذه، أنا كنشكركم أن سفيان رحيمي يرد ولكن بالفن ديالو وبالقيمة ديالو وبالأدوات ديالو وبالإبداع ديالو وبما حباه الله من هادشي، يرد على كل الذين لم يؤمنوا به ويقول لنا من مختلف الملاعب من إفريقيا ومن آسيا، أنا لاعب شاب مغربي، عندي طموح، عندي حمولة، بلادنا بفضل جلالة الملك تعرف واحد الطفرة رياضية، أنا من هذا الجيل، أنا الآن قادر حاضر، ونتمنى له فقط يبقى يتمتع بالصحة ديالو، أما الرغبة ديالته هي غادة. ونعود نقول له سفيان عيد ميلاد سعيد، وإلى لقب آخر دولي إن شاء الله، ونتمنى أن اللقب الآخر يكون مع المنتخب الوطني المغربي، ولما لا كأس أمم إفريقيا 2025، ولما لا أبعد من نصف النهائي في 2026، وأبعد في 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال وهنا في المغرب. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.